السوبر المصري النهارده بين الاهلي وبيراميدز، قاعد مخطط وجاي بدري محضر انت وطارق كل واحد انت في الورق وهو في الجمجمه لا في الاول خلينا نبارك للنادي الاهلي اللقب 13 20 نسخه، ده اللقب ال 13 للنادي الاهلي. مباراه كبيره، مباراه فعلا كانت مباراه حلوه، الفرقتين تبادلوا السيطره عليها لغايه الهدف لما ابتدى يجازف باتشيكو ونزول بقى طبعا دودو الجباس. ولكن المباراه شويه كده وشويه كده، الاهلي طبعا بلا شك ابتداها بقوه عشان الجمهور، برافو على بيراميدز ان عرف يصمد قدام. وانت عارف كتر خيره قبل المهمه الصعبه طبعًا دي. طبعا خلي بالك انت الملاعب اللي هي في الامارات وفي قطر دلوقتي خلاص، انت المشجع قاعد جنب ودنك انت فاهم، هنا لسه بقول خطوتين انت في مصر يعني عايز تاكس عشان توصل للمدرجات. فبيراميدز اولا لازم نقول له هارد لك، ده لو في جماهير اصلا طبعا لا بيراميدز لازم تقول له هارد لك، لان طبعًا انت في 48 ساعه يلا عندك سوبر راجع من رحله جنوب افريقيا، اللعيبه كان واضح جدا ان هي متاثره وده بان جدا بعد الدقيقه 70. ولكن كانت مباراه فعلا حلوه، مباراه مشرفه، مباراه كانت قويه وممتعه بالرغم ان الفرص ما كانتش كتير قوي، ولكن اللي بيحب الكرة كان فيها تفاصيل ولعب كتير جدا ما بين كولر وباتشيكو. فهي لما تيجي تبص على الفريم العريض الاهلي يستحق، فمبروك للنادي الاهلي. وطبعا في شغل كتير فني بقى نتكلم فيه. طارق الاهلي يستحق طبعا طبعا يستحق الفوز بالمباراه النهارده بالسوبر، ويعني هي مباراه كانت كويسه يعني، ماتش كان ممتع، كان في حاجات كتير متغيرات في الملعب سواء كانت فنيه او تكتيكيه، في ظروف كتير حصلت في الماتش برضو غيرت اثرت بشكل كبير جدا في مجريات الماتش خلال ال 120 دقيقه. وبس في النهايه الاهلي يعني يستحق المكسب، في لحظات معينه كابتن محمد بتحتاج فيها حتى لو انت مش الطرف الاحسن في الماتش، لكن بتحتاج ان انت يكون عندك لعيبه معينه تنقذك في الوقت ده، وده اللي لقاه الاهلي النهارده في محمد الشناوي في لقطات كتير جدا، كان هو المنقذ الوحيد للنادي الاهلي في الوقت اللي كان فيه بيراميدز بيبقى فعلا عنده خطوره حقيقيه في الماتش. ولكن انت قلت حاجه متغيره الماتش، انت شفت ان الماتش اتغير في الشوط الاربعه طبعا كتير. كان في متغيرات كتير حصلت، خلينا نقول ان في الشوط الاولاني يمكن كان بيراميدز هو في الوقت ده اللي كان ليه الافضليه في الماتش وكان هو الاحسن وهو اللي كان بيخلق فرص اكتر، وده كان راجع لاسباب كتير كان بادئ بيها النادي الاهلي مش باحسن شكل ممكن. واحنا معانا صور تكتيكيه جاهزه معانا عايزين اما تجهز قول لنا، احنا عايزين ناخد دلوقتي عشان نبدا نتكلم نبدا طيب. نتكلم عن ايه المتغيرات اللي حصلت. خلينا نعرض الاول الصورة الأولانية اللي فيها الشيب الدفاعي بتاع فرقة بيراميدز وإزاي هم كانوا منظمين بشكل كبير جدا، وكانت الفرقة بتدافع كومباكت. يعني إيه كومباكت يا كابتن محمد؟ يعني الفرقة بتدافع واحدة واحدة، الثلاث خطوط قريبة من بعض، مسافة ضيقة جدا ما بين الخطوط، مفيش تقريبا مسافات، ده كان شكل بيراميدز الدفاعي دايما بالأربعة أربعة اتنين أو أربعة أربعة واحد واحد، خطوط قريبة من بعض، بيلعبوا خط دفاع متوسط في مسافة حوالي 25 ياردة، وهو ده اللي خلى بيراميدز يبقوا متماسكين بشكل حتى الاثنين على الدايره كمان قريبين من بعض يعني احمد توفيق ووليد الكارتي، وده اللي خلى بيراميدز يظهروا بشكل كويس دفاعيا في معظم اوقات الماتش. ولكن لو رحنا للشيب الدفاعي بتاع النادي الاهلي واللي هنلاقيه في الصوره اللي جايه هنعرف ان كان في فرق كبير جدا، لما نبص على الصوره دي والصوره اللي قبل منها هنلاقي ان في مسافات كبيره بين خطوط النادي الاهلي بالذات في قلب الملعب ما بين حمدي فتحي والقندوسي ومروان عطيه، وده اللي كان عامل مشاكل كبيره جدا للنادي الاهلي اللي هم ما كانوش بيضغطوا بشكل قوي او ما كانوش عارفين يقفلوا المسافات بين الخطوط، وده اللي كان بيسال على بيراميدز اللي هم يطلعوا بالكوره من منطقتهم لمنطقه النادي الاهلي. ولعبه الكره كابتن محمد فيها اربع حالات لعب، حاله الاستحواذ وانت معاك الكره بتعمل ايه، حاله التحول الهجومي بعد ما بتقطع الكره بتعمل ايه، وحاله التحول الدفاعي والحاله الدفاعيه. الاربع حالات دي مرتبطه ببعض، لو انت في حاله مش كويس فيها فانت طبيعي الحالات التانية هتبقى مش كويس فيها، وده اللي كان بيحصل للنادي الاهلي في الشوط الاول. كمان في الحاله دي حد الاثنين سيرد باكات بعاد على الاثنين الخطوط كلها بعيده عن بعض، كل لعبه بعيده عن بعض، بس اللي انا بقوله لك ده عايز ابينه في الصوره اللي جايه عشان ابين لك ان ليه كانت فرقه، ده بيبين لك برده الشيب الدفاع للنادي الاهلي سيء جدا، الخطوط كلها بعيده عن بعض، اللعبه بعيده عن بعض. لو مشينا بالصوره برده هنلاقي ان صوره تانية بتوضح التباعد اللي كان موجود بين لعيبه النادي الاهلي طول ما هم بيضغطوا عالي على نادي بيراميدز، مفيش اي مشكله عند بيراميدز ان هم يطلعوا بالكوره. ولكن لو رحنا للصوره اللي بعد كده هنلاقي ان كولر وهو معاه الكوره كان دايما بيطلب من حمدي فتحي والقندوسي اللي هم يزقوا لفوق ويسيب مروان عطيه لوحده على الدايره، زي ما احنا شايفين في الصوره دي ان حمدي فتحي داخل جوه ال 18 ومروان واقف لوحده عشان الكره الثانيه او التحولات هو اللي يصدها، وده كان عامل مشاكل كبيره للنادي الاهلي في الشوط الاولاني لان كان دايما التحولات الهجوميه لنادي بيراميدز بتعمل لهم مشكله. لو
رحنا الصوره اللي بعد كده هنلاقي ان مروان عطيه كان بيجري لوحده في مساحه كبيره، وكان بيراميدز بيقدر يروح بهجمات مرتده خطر جدا على النادي الاهلي. لو شفنا حمدي فتحي هنلاقيه بعيد جدا عن مروان عطيه، وده كان عامل له مشكله كبيره جدا، وده اللي خلى بيراميدز يخلق اكتر من فرصه في الشوط الاولاني بسبب التحولات دي. اللي عمله كولر في الشوط الثاني اللي هو حاول يوازن الامور بشكل احسن. لو احنا شفنا لو الصوره دي والصوره اللي قبل منها بيبينوا ان الصوره الاولانيه كانت في حاله الاستحواذ، الاهلي كان عامل ازاي بحمدي فتحي لما كان معلق فوق، وده اللي كان مأثر عليهم في الحاله الثانيه اللي هي حاله التحول الدفاعي. لو رحنا بقى للي عمله كولر في الشوط الثاني ومشينا بالصوره دي والصوره اللي بعد منها، هنلاقي ان هو بدا يسحب حمدي فتحي لورا جنب مروان عطيه علشان في حاله التحول يبقى عنده اثنين واقفين يصدوا له الهجمات المرتده، وده اللي خلى النادي الاحسن النادي الاهلي يتحسن في الشوط الثاني، لان كان عنده رده فعل احسن وقت خسرت الكوره، وفي نفس الوقت كانت الكور الثانيه كلها بتاعه النادي الاهلي، وكان في التحولات الدفاعيه بيقدر اللي هو يصد الهجمات المرتده بتاعه بيراميدز، وده اللي قتل خطوره بيراميدز بشكل كبير جدا في الشوط الثاني. ودي وضحت، خلي بالك جه لقطه لما كان بيعمل لهم كده بالظبط، كان بيعمل لهم كده ان هو بيقول لهم عايز حمدي يبقى جنب مروان.